فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصاب السراويل مني، فهل يكفي أن أغسل الجزء الذي أصابه المني، أو لا بد من غسل السراويل كلها؟ المني طاهر، وغسله من باب التنظيف لا من باب إزالة النجاسة. يفرك إذا كان يابسا، ويغسل إذا كان رطبا من باب النظافة. لا، ولو صليت وانت ما غسلته فصلاتك صحيحة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه أثره. نعم.